بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأطيب الأوقات. تقبل الله صلاتكم وصيامكم وقيامكم، وكل عام وأنتم بخير. أما بعد، فموضوعنا في هذا الفيديو يدور حول معدن من المعادن التي تستعمل في العلاج وفي الزينة. هذا المعدن هو الحديدة الحمراء. وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل، أدعكم مع هذا الفاصل وسنعود بإذن الله تعالى. إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيد فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع، ولكم الأجر والثواب والدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديدة الحمراء هي معدن يباع عند العطارة والعشابة لأغراض علاجية وللاستعمال في مسائل الزينة، وهو معدن مصنوع من عدة معادن، وأول من صنعه هو أبو قراط الطبيب اليوناني أبو الأطباء المزداد سنة 460 قبل الميلاد بمدينة الكوسة باليونان، وهو أعظم 5 أطباء اليونان. لقبه الأطباء العرب بالفاضل، وهو أول من أسس قوانين الطب والتي نحن عليها الآن. فهو أول من صنع الحديدة الحمراء بالصناعة الكيميائية، وعالج بها في عصره، وعالج بها كل من تبعه من أطباء اليونان، ثم من بعدهم أطباء العرب، ثم بعد ذلك فشت صناعة هذا الدواء في العالم كله. يسمى هذا المعدن بالعربية كبريتيد النحاس، ويقال له نحاس محرق. اسمه في كتب الطب القديمة روسختج، وكذلك راسخت. نقول له في المغرب الحديدة الحمراء، ويقال له في الجزائر حديدة الحرقوس، لأنه مادة أساسية في صناعة الحرقوس. نقول له في المغرب الحرقوس. وسوف إن شاء الله أعلمكم كيف تصنعون الحديدة الحمراء في بيوتكم، وكذلك كيف تصنعون الحرقوس في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. وكما تعلمون أني لا أخفي عنكم شيئا، والحرقوس هو مادة سوداء سائلة تستعمله النساء في الزينة، وخاصة العرائس منهم في النقش كالحناء. وللحرقوس رائحة طيبة نفاذة تدوم طويلا نقشا ورائحة. تسمى الحديدة الحمراء بالفرنسية سيلفير دو كويفر، وتسمى بالإنجليزية كابر سلفايد، اسمه باللاتينية أيريسي سلفيدا. فوائد الحديدة الحمراء في الطب القديم. قال ابن البيطار الروسختج هو الراسخت، وهو النحاس المحرق. وقال ديسكوريد بعدما ذكر صناعة النحاس المحرق، قال وهو يقبض ويجفف ويلطف ويشد ويجذب وينقي القروح ويدملها، ويجلو العين وينقص غشاوتها، وينفع القروح الخبيثة ويمنعها من الانتشار، وإذا لعق بالعسل أو تحنك به هيج القيء. وقال ابن سينا النحاس المحرق حريف، فيه قبض وحدة وإدمال، يسود الشعر ويدمل الجراح الخبيثة الساعية ويمنعها عن السعي، ويأكل اللحم الزائد. وقيل إنه إذا طلي بالعسل يصلح للقروح المتصلبة المجتمعة في الأبدان الصلبة، ويحد البصر وينفع من صلابة الأجفان. وقال داود الأنطاكي روسختج
يقال له راسخت، أول من صنعه أبو قراط ثم فشى في الناس، وهو من أكبر عناصر الأكحال وأدوية العين، وشربه ينفع من الاستسخاء والماء الأصفر، لكنه يضر بالمعدة، ويصلحه الشيرج وهو زيت السمسم جلجلان، وشربته ربع درهم يعني 1 غرام. أما ابن حمدوش فقال الروسختج هو حديدة الحرقوس، وهو النحاس المحرق، يستعمل مع المراهم فيأكل اللحم الزائد، ويستعمل في الأكحال لجلاء الأجفان، ويذهب بالسبل والصفراء والجرب، ويسود الشعر. الحديدة الحمراء في الطب الحديث، تستخدم الحديدة الحمراء يعني كبريتيد النحاس في المختبرات لصناعة الأدوية الصيدلانية. وخلاصة الكلام أن الحديدة الحمراء لها منافع كثيرة، لكن يجب أن يتجنبها الإنسان في الاستعمال الداخلي. أما الاستعمالات الخارجية فإنها تستعمل بشكل واسع منذ زمن بعيد، ولا حرج في ذلك ولا مضرة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وأستسمح عن عدم الرد على بعض تعليقاتكم، وذلك راجع إلى كبر السن والعمل لوحدي، وأنتم تعلمون أن هذا الميدان لا بد أن يكون فيه من يساعد. وأخيرا أشكركم على المشاهدة وتعليقاتكم الطيبة والمحفزة، وأرجو أن أكون قد أفدتكم ولو ببعض الشيء، ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع وتعم الفائدة، ولكم الأجر والثواب، والدال على الخير كفاعله. وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد أو موضوع جديد أو عشبة جديدة. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.